كابتن حضرتك هزورك في المصنع وديني جيت واحد من اهم مصانع الصناعات الغذائيه والمكملات الغذائيه ومسجل باسمه في هيئه سلامه الغذاء حوالي 1000 منتج ما شاء الله عليك بجد. افهم بقى كده ايه تحول المسار. حضرتك دكتور صيدلي طبيب مرموق سنوات طويله بتشتغل في شركات كبيره واتجهت للصناعه اشرح لي. والله هي فكره بتوفيق ربنا طبعا من قبل ومن بعد. وزي ما حضرتك تفضلت انا كنت فعلا في الكارير بتاعي في شركات بعض الشركات المالتي ناشونالز اللي انا كنت كصيدلي كنت مسؤول عن بعض البوزيشنز فيها او بعض السلطات يعني كان اهمها ان انا كنت في التسويق. جات لي بقى بعض الافكار اللي هي اتحققت دلوقتي وبقت على ارض الواقع. اول حاجه ان مصر يطلع منها مكمل غذائي قادر على المنافسة عالميا وأوروبيا تحديدا. ده كان توجهي. فكان التأسيس ده مرحلة مهمة جدا. وبعدين لما جينا بقى نخرج النور فوجئنا ان حصلت مشكلة الكورونا. مشكلة الكورونا كان فيها تحدي كبير قوي ان كل الناس طبعا دلوقتي كانت عندها خطورة نتيجة مستوى المناعة المنخفض. فبتوفيق ربنا ان احنا اشتغلنا بقوة جدا في هذه الفترة ان احنا ازاي نقدر وبسرعة جدا نقدم منتجات مكملات غذائية عالية الجودة للمستهلك المصري بحيث ان احنا نساهم في مكافحة هذا المرض الخطير. فمثلا استخلصنا الجنزبيل وحطيناه على العسل فده زود القيمة الغذائية بتاعت العسل. عملنا كده في حبة البركة عملنا كده مثلا في القرفة وبعض المنتجات الأخرى. ظاهرة زي ظاهرة التقزم ان تلاقي الطفل كده تعبان ومش يعني عايزين العيال تطول كده نعمل ايه؟ هم حاجتين يا فندم تغذية ونشاط. لو اهتمينا بيهم لو خدوا كفايتهم الأطفال يروحوا النوادي يمارسوا رياضة وياخدوا تغذية صحية مش حاجات اللي هي يعني نبقى حريصين ان التغذية دي بفيها ايه يعني ايه المكملات اللي لازم تبقى موجودة ايه العناصر اللي موجودة ايه الفيتامينز اللي موجود. والله بص يا فندم هي كل الفيتامينز مهمة خلينا نتفق على هذا الأمر يعني. ولكن احتمال ان يبقى في طفل بيحتاج فيتامينز اكتر من التاني شوية على حسب التحليل او كان مثلا بيعاني على سبيل المثال من التركيز ضعف التركيز يبقى الزنك هنا مهم مع الأوميجا دي تزودها. وكان مثلا في مشكله دي في عصاير مثلا ممكن في عصاير او في مأكولات او في مكملات غذائيه تمام دي اوبشنز مختلفه او اختيارات مختلفه عشان هذا الطفل نعوض النقص الغذائي اللي عنده مثلا في الزنك او في الاوميجا. من اهم عوامل النمو للاطفال فتره نومهم في هنا بقى بنطلع بره خالص بس حابب اضيف المعلومه دي عشان استفاده كل ام. فتره النوم الطبيعيه اللي ربنا كتبها اللي هي الفترة بتاعت مثلا من اول 10 بالليل الطفل ينام. يعني في حاجات بتفرز في الفترة دي لو الطفل نام ده اللي بيساعده ان هو ينمو بسرعة وينمو بصيغة صحية. فمن هنا بتبدأ مش بس يعني اذا كنت انا ذكرت في اول المكملات الغذائية والاغذية الصحية والنشاط الرياضي والنوم الصحي.